السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. معكم اسماعيل من قناة عبد الحق كارز. اليوم ان شاء الله جبنا لكم تيغوان ار 2021. مرحبا بكم، نتلاقاو بعد الانترو. اذا مرحبا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله معنا هذه السيارة الرائعة جدا تبارك الله، هذه امبورتي تيغوان ار 2021 ليسانس ضربة 2600 كيلومتر، يعني باقا جديدة. بالنسبة للديوان هذه فيها الديوان ليد كاملين، يعني الديوان ليد بالكامل، يعني حتى الضو ديال الفران ليد، وفيها سيستم ديال الاي كيو لايت ديال فولكس فاجن. الاي كيو لايت نقدروا نقولوا بحال هو واحد الضو ذكي، يعني السيارة هي اللي كتعاوت الضو على حسب السيتوياسيون اللي انت فيها. بحال مثلا الا كنتي في الليل وشي واحد ماجي قدامك وكذا، هي اللي كتعاود الضوء على حساب باش ما تعميش السيد اللي قدامك. وهادي بحال هكا دور اي كيو لايت. وعندنا السقف، سقف بانورامي طبيعة الحال دوبل طوا تبارك الله كامل زاج. السيارة اللون كحل ما شاء الله، ديك الشيخ زال يا سلام. وهادي حتى هي متوفرة للبيع بطبيعة الحال، اللي بغاها مرحبا به يتصل بينا. الثمن ديالها 82 مليون. هنا يعني هذا ربعه ديال العوادم تبارك الله، ربعه ديال الشاغمات ما شاء الله ديال الاكرابوفيتش، عندنا جوج على الشمال وجوج على اليمين بطبيعه الحال. دابا نسمعكم في الصوت ديالهم حتى هما، تسمعوا صوت المحرك دابا شويه في الفيديو. هنايا كاين الطاق ديال الار في الباب، كيجي مطبوع، كتجي الفولكس فاجن مكتوبه في الباب ديال القدام. هذه هي الوحش ديالنا ديال اليوم تبارك الله ما شاء الله، وقفه مهيبه عندها. هادو جوانط كيجي فيهم حتى هما الطاق ديال الار مطبوع. المرضاصات ديال الفران كيجيو باللون الزرق، اللون الزرق مهيمن شويه في الديزاين على هاد السياره. هادي هاد الديسكوس ديال القدام كيجيو كبار وكيجيو متقوبين على حساب السخانه، وهادي حيت بيرفورمانس ديال السياره تبارك الله طالعه بزاف. جوانط حتى هما جوان حتى هما كبارين تبارك الله، اللهم بارك. اذا كان كيعجبكم هاد المحتوى اللي كنديرو متنساوش ديروا لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس، ومرحبا بكم كاملين. وهنايا عندنا المود ديال القيادة، انت كتختار كاين اربعة، كاين كونفور فور ريس والانديفيدوال مود. شوف على حسب كل مود كيتبدل الصوت ديال الشاقمة. دابا نسمعو الصوت. سيستم ديال الصوت في واحد السيستم تبارك الله، الصوت مجهد. هذا كي جا ديال هاد الامبيانت لايت كيتسمى، هاد السنتا ديال الضو هادي كتبدل على حساب الرغبه ديالك من الاعدادات من البانطايا. هاد البيبان كيجي فيهم الجلد بطبيعه الحال، الزيجان كاملين الكتريك، كل مرايات بالضو، هادوك حاجات عاديين. هنايا المجار فيه الكتاب ديال السياره، هنا كليما، كليما ديجيتال، وهاديك تاتش يعني غير كدوز يدك على ديك الشرطه البيضاء كتشعل الكليما كتزاد وتنقص. طابلو ديجيتال كتحكم فيه حتى هو، يمكن لك تبدل له الشكل ديالو. وهادي فران امام بالضو، فيها الاوتو هولد. الاوتو هولد فحال مثلا اذا كنتي في شي عقبه ولا واقف ولا هادي، يعني الطوبيل السياره ما كترجعش للور، كتزيد يعني بحال لا كتشد الفران اوتوماتيكمون على ما تزيد، يعني ما كترجعش للور. فيها البارك، كتباركي الراسه، فيها الرادار ديال البارك، سيارة اوتوماتيك بطبيعة الحال. وهذا هو الديزاين، كان هذا هو الانتيريور ديال السيارة ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. كراسي عندنا بالضو، هنا كيجي الطاق ديال الار في البيبان ديال القدام، الار كتجي مطبوعة في الكراسي حتى هما. وهادي فتحة السقف، حتى واحد الشكل جميل جدا زعما صراحة. هنا هاد المجورة بالنسبة الا بغيتي دير القهوة ديالك ولا هادي، كاينة التكاية حتى هي تحت منها مجر. في اللور نفس الشيء، كاين هذيك السنتا ديال الضو، الجلد في البيبان، كليمة بالنسبه للناس كي يجلسوا اللور، والتكايا كما عودناكم. بالنسبه للديريكسيون عامر تبارك الله، كيجي عامر، ديك البطونه ديال الزائد والناقص، والبطونات اللي على اليمين اللي فيهم ديك السهم الفوق والتحت حتى هما تاتش، وفيهم الفيدباك، يعني كتحاديهم كتحس بالبطونه بانها خدامه، يمكن لك تكاليها يمكن لك غير تحاديها كتخدم. كاين الطاق ديال الار في الديريكسيون حتى هو، كاين لي باليت كبار تبارك الله ما شاء الله، الزائد والناقص.
السيارة 2021، يعني راه بلا ما ننطرو لها النقا وديك الشي، لان الطاق ديال الار كيجي ملي كتفتح الباب ديال القدام كيتطبع الطاق ديال الار في الارض. ما هما اهم الحوايج في السيارة، ما بغيناش ندخلو في التفاصيل بزاف، حيت الا بغينا ندخلو في التفاصيل راه نديرو فيديو فيه نص ساعة وما يكفاش. ان الدبوزة بالضو تخرج بالضو، بغيتي تخرجها تخرجها، بغيتي تردها تردها، مكاينش مشكل. هذا لومبلي ديال الصوت، ده لومبلي ديال الصوت كيجي في الكفر، تحت الكفر ما شاء الله. بالنسبة لمساحة التخزين في الكفر، راه كاينة مساحة تخزين كبيرة، والكراسة ديال اللور كيزيدو حتى هما يتقربوا لداخل إذا بغيتي شوية، وكتزاد مساحة التخزين. والكفر الكفر كيرجع بالضوء بطبيعة الحال. وهذا المحرك، محرك ليسانس كما قلنا، ضريبة 3000 درهم، فيه 315 الخيل، ما عرفتش واش 300 ولا 500 ولا 400 بالضبط، ولكن المهم نتمنى ما يكونوش غالطين، ولا كنا غالطين وكان شي واحد عنده معلومة مضبوطة مرحبا بكم تكتبوها لنا في تعليق كاين تا مشكل. ومرحبا بكم كاملين، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم فيديو شاركوه مع اصحابكم وكتبوا خليو لنا تعليق زوين. ومرحبا بكم كاملين، هذه متوفره البيع، تلقاو النمره في الفيديو، اللي بغى يتصل بينا ما كاين حتى مشكل. مرحبا بكم كاملين، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.